صباح الخير لكل الحلوين. النهاردة هنعمل صينية البطاطس بالفراخ بس بطريقة جديدة. أول حاجة هنشتري الطلبات عشان نشوف تكلفة الوجبة، ولقيت هنا صدور الفراخ عاملة 42. بعد كده قلت هطلب بطاطس، وكان سعرها في حوالي 7 جنيه. بعد كده قلت طب ما اجرب كريمة الطبخ عشان نحتاجها كمان، بس لقيت سعرها شوية عالي، عاملة 50 جنيه. فاحنا اللي هنعمل كريمة الطبخ النهاردة، وطلبت لبن عشان باللبن هو اللي هنعمل بيه كريمة الطبخ. وبكده اجمالي اللي حطيته من لبن وبطاطس وفراخ كان حوالي 55 جنيه، فالوجبة كلها ل6 افراد 55 جنيه. يلا بينا نبدأ الخطوات. هبتدي اقطع البانيه عادي، النص كيلو بتاعنا. وبعد كده هقطع البصله، بحب بصله كبيره. وطبعا فلفل الالوان ما نستغناش عنه. وهحط عليهم كمان معلقة توم كبيرة. بعد كده هنزل عليهم البانيه واسيبهم يستووا شوية. وهنضيف في الاخر خالص المشروم عشان المشروم مش بيحتاج سوا كتير. ونبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا. اول حاجة 2 معلقة ملح صغيرين، ونحط عليهم معلقة صغيرة فلفل اسود، وان عندك توابل فراخ هنحط منها معلقتين، او ممكن تحطي بودرة ثوم وبصل عادي. بعد كده حطيت معلقة صغيرة صلصة، احط بعد كده كريمة الطبخ حوالي كوباية، واحنا مش هنجيبها جاهزة فهنعملها في البيت. هنحط كوباية لبن عليهم 2 معلقة دقيق، وهنسيبها تستوي كمان 10 دقايق. نيجي للبطاطس اللي هنحطها اول حاجة في الصينية. هنقطعها مكعبات صغيرة ونحمرها عادي. او زي ما قلنا هنحطها هي اول حاجة في البايركس، كان حط عليها الفراخ اللي بالصوص كريمة الطبخ. الريحة ما اقول لكم مش فظيعة. بعد كده بقى نضيف الجبنة اللي بنحبها. انا هنا حطيت موتزاريلا وشيدر. وبعد ما حطيناها في الفرن 20 دقيقة على درجة حرارة 180، بقى ده شكلها. هتقدم مع الرز الأبيض، طعمها يجنن. هستنى كل تعليقاتكم. بألف هنا.